شلونكم يا بعد عيوني؟ اليوم جايب لكم فيلم يشوك شكتين واللي اسمه الهرم. يبدأ الفيلم بمصر بسنة 2013، واكو علماء اثار اجانب جايين على الهرامات ومكتشفين بها هرم جديد، وكلها فرحانة ومخبوصة لانه اكتشفوا الهرم الرابع من اهرامات الموجودة بالجيزة، وسالقين العمال سلك مخليهم يدقون ليل نهار مثل المطاية، وكل هالشي عم يطلعون بقية الهرم المدفون. بهالاثناء يجي كادر من الصحافة والناس مسوية مظاهرات تمنع اي شخص يكمل حفر الهرم، باعتقادهم اذا ظهر الهرم بشكل كامل راح تصير عليهم لعنة لأنه هالهرم مدفون وما يصير أحد يطلعه. الصحافة الأجنبية تستضيف مكتشف الهرم الجديد عالم الآثار الدكتور هولدن. هولدن يقول إنهم بالصدفة اكتشفته. حتى بوقت هنا جماعة يعزموني على نفر برياني. الصحفية تصور فيلم وثائقي وتقول لهم هذا الهرم كلش مميز ويختلف عن بقية الأهرامات الموجودة لأنه شكله متكون بس من 3 أضلاع. وهي تحشو من دمجة والكلاب تبقى تنبح وتثولها، ومن صوتهن العالي ما قدرت تأخذ راحتها بالتصوير. ولما تقابل نورا بنت العالم هولدن تقول لها ديري بالك لا يحمي عليك ابويا ويطير الشفياله، ترى انا وياك اكتشفنا هذا الهرم. بالبدايه عبالنا هذا الهرم يرجع تاريخه للملك اخناتون، بس بما انه مدفون بالرمل يعني عمره اكثر من 15,000 سنه، وتاريخه يرجع للحضاره المصريه القديمه يعني ما قبل الفراعنه. فيروحون للمختبر ويشوفون الهرم بشكل 3 الأبعاد عن طريق القمر الاصطناعي. نورا تقول لهم هذا الهرم اكبر من هرم خوفو ب5 مرات، جوا قد ما داخل ومتاهات بس الله يدري بيها. حاليا العمال يدقون دق الزمايل بس حتى يوصلون لمدخل الهرم. وبالليل مايكل مهندس الاليات يجيب لهم ريبوت جديد مخصص من وكالة ناسا، وهم كانوا مستخدمين على سطح كوكب المريخ بكامرتين وبيبثوا اتصال مباشر بالوكالة المركزية. وثاني يوم الصبح واحد يبلغهم ان العمال وصلوا فتحة مدخل الهرم، فبسرعة يروحوا له. واحد يفتحه ويصير ابو غاز سام ويغمى عليه. نورة تروح لابوها تقول له ليش يلهم، هذا عرج ما يطقه. تنفس غاز سام ورشيناه ببخاخ ورجع له الوعي. ابوها يقول لها طبيعي، هذا الغاز يتولد من الفطريات خصوصا الاماكن المغلقة من زمان. نورة تقول له اعتقد هذا الهرم اقدم مما نتوقع. يقول لها لا تحمين وتقوم انت تتفلسفين علينا، راسك راس الطاوش فهمش تي. ويحذرهم ويقول لهم اي واحد يتقرب من الهرم ويتصرف بدون علمي اشعل صفحته. بهاللحظه يجيهم اتصال من واحد مسؤول امريكي يقول لهم التزمايل والكمباب الشعب طالع مظاهرات والجيش منتشر والصحافه مخبوصه والدنيا مشتعله، كلها متوتره وخايفه لا تصير حرب اهليه. نورا تقول لا تخاف، احنا ما راح ندخل الهرم، راح ندز ريبوت وعن طريقه نشوف شكو جوه. يقول لها لا ريبوت ولا اسخام بعينك، وزاره الاثار انطت بيان انه الكل تنسحب خلال 24 ساعه، ما اريد احد موجود هنا. نورا تقول اذا توقفنا هسه شو وقت ان شاء الله نرجع نكمل الاستكشاف مالتنا؟ يقول لها الله اعلم، انتم صبرتوا هواي، بقت على هاي اللي شويه تحملوا بس خلت تفض هاي الهوسه وعود وراها براحتكم اشتغلوا. الصحفيه تقول جائزه الاكتشاف ضاعت علينا. نورا تاخذ ابوها تحكي وياه تقول له يا بنت تصلك تحكي لو تشاقه، انت راح تضيع حلمنا من ايدنا، ما لك علاقه بهذا المسؤول، ترى احنا ما راح ندخل جوه، ليش شايل هم؟ احنا راح ندز ريبوتو من خلالنا نصور ونشوف شكو جوه، راح نسويها عمليه سريه وما حد راح يدري بينا، ترى شغلتنا ما تطول، خلال ساعتين احنا مكملين كل شيء. بهاللحظه يجيهم ضابط مصري يقول لهم ولكم انتم مو جاكم امر تولون بيتكم؟ ليش دا تنزلون الغرق؟ هسه تولون دولتكم، اذا ما طلعتوا راح تعاقب واخسر رتبتي. مايكل يهدي يقول لحبي على كيفك، احنا باكر من غبشة الله راجعين لهن. فعلا الضابط المصري وافق وبدون علم احد ينزلون الريبوت جوه بداخل الهرم. يبقى يمشي جوه ويشوف كتابات قديمه ويشوفوه من خلال الشاشه ويقول له تقدر تعدل الصوره؟ بس خلينا نقرا ايش مكتوب. مايكل يقول له طبعا اقدر، غير هذا الريبوت سعره 3 مليون دولار. ويقرون على باب المدخل مكتوب مذبحه، يعني اللي يدخل جوه الله يرحمه. مايكل يقول لهم هاي اكيد كاتبيها حتى يخوفون الحراميه، عمي حقهم لانه الحراميه فرهدت الاول والتالي. الريبوت وهو مكمل طريقه بداخل الهرم فجاه يفوت مخلوق غريب يقمزهم. خرب غيرته والله حتى انا قمزني. هولدن يقول لهم هذا كلب مسعور. مايكل يقول لهم بس انا ادرب المكان عايفيه بدون حراسه، هذا شطبه بجوه. الريبوت وهو يمشي جوه والامور طيبه بس فجاه يهاجمه شيء ويعطله وكل شيء يتوقف، لا تصوير ولا تحكم ويفقدون السيطره عليه بالكامل. مايكل يقول لهم ترى سعره 3 مليون دولار لازم هسه ادخل اجيبه، هسه غرموني من اجيبهن من شيب ابويا. هولدن يقول لك انت خبيل شلون تدخل، لك ما حد يعرف ايش دا ينتظرنا جوه. مايكل يقول له انا مستعير هذا الريبوت من وكاله ناسا، انتم ما تعرفوا هاي لسانها لسان دلاله ايش راح يخلصنا منها، خصوصا اذا عرفوا عطلنا جهازهم. وبعد تفكير عميق يضطر يوافق ويقررون يدخلون كلهم جوه ويا مايكل. ولما يبدون يحضرون الشغلات اللي يحتاجوها بداخل الهرم يجيهم الضابط المصري يقول لهم انتم لسه هنا، ممنوع اي احد يدخل جوه، هسه اذا ما تولون لاهلكم راح ابلغ عليكم. مايكل يهدي يقول له بس عليك يا بك معود، انطينا بس ساعتين وبعد ما اشوف شهرتنا الزفره. ولما نروح الضابط يلبسون اقنعه ويربطون حبل قوي برا الهرم ويدخلوا وياهم جوه لانه الطريق داخل الهرم متاهه، وعن طريق الحبل يقدرون يندلون باب الخروج. فيدخلون جوه حتى يوصلون مكان الريبوت ويلقون كلمات ورسوم منحوته على الجدران، فيمشون بنفس الطريق مال الريبوت ويلقون راسه مكسور ومبيوقه بقيات اجزائه وعبالك واحد فعله فاعل وكاسره. مايكل ينقهر ويقوم يدق ويلطم. بهاللحظه يشوفون فتحه بالسقف فيرفعون واحد واحد ويصعدوهم فوق ويلقون رماح واسلحه قديمه ويلقون طبر باثار دم
كلش قديمه. مايكل يقول لهم لازم ناخذها ويانا عمود نحللها ونعرف تاريخها. بهالاثناء ينتبهون يشوفون الحبل اللي ربطوه برا المدخل مقطوع. هولدن يطمنهم يقول لهم لا تخافون احنا قريبين على المدخل، هسه نربط لنا حبل جديد ونرجع. المهم فعلا يرجعون ينزلون ويشوفون اربع طرق واحده تشبلخ، يتيهون بالطريق ما يعرفون يا طريق اللي اجوا منه. مايكل يقول لهم انا متاكد من المخرج لانه اول ما طبيت كتبت هاي الكتابات المنحوته بمذكراتي. فعلا على كلامه يدخلون بهالطريق، بس كانوا الطرق كلهم مكتوبه بيها نفس الكتابات وما كانوا يعرفون اذا كان طريقهم صح لو غلط. فيصلون غرفه معزوله ويلقون بقيه اجزاء الريبوت مشموره بيها، يعني ما الواحد كاسره وسامره هنا. وفجاه القاعه تهتز بيهم والتراب يوقع من فوق، الحمه تنخسف بيهم الغرفه وينزلون الغرفه ثانيه، وكل من يتفلسف براس الثاني ويحلل بكيفه، وهم يريدون حل حتى يطلعون من هنا. بس بهالاثناء من فوق توقع حجاره ثقيله على رجل مايكل، يبقى يصيح مثل ما ردت تطلق. جماعته يحاولون يساعدوه بس الصخره كانت كلش ثقيله وما تحركت ولا شويه. الصحفيه تشوف فوق نفق بالسقف وكل ظنها من هنا المخرج، ولما تصعد تلقى بوجهها تشلي بيهجم عليها يوقعها، ينجرح وجهها وتبقى تنزف. فولدن يلقى بداخل الغرفه باب مقفول مكتوب عليه تحذير، يعني اللي راح يفتح هذا الباب راح يصير كباب، بس يضطرون يفتحوه لانه ماكو غير هالباب موجود بهالغرفه. ويدقون النقص مايكل يقول له بس نلقى طريق نرجع لك. مايكل يقول لهم ايه احكي لكم وياه من دبش، اصلا انا غاسل ايدي منكم. فيدخلون من الباب ويمشون جوا، بس بهاللحظه يسمعون صياح مايكل، وبنفس الوقت يسمعون صوت الضابط المصري برا يصيح لهم، وهم يصيحوا له بس هو ما سامعهم. فيرجعون بسرعه لمايكل يريدون يعرفوا ليش يصيح، ولما يوصلوا له يلقوه مختفي وباقي بس دمايته، واكو واحد ساحله ومصعده فوق. هولدن ونوره ينقهرون عليه، ولما يرجعون لجماعتهم يكذبون عليهم ويقول لهم مايكل داست الصخره ومات. الصحفيه تقول له انت لوتي لو خلك عبسي، وهذا اللي صيح شنو؟ احنا هنا باخطر مكان وما ندري اذا راح نقدر نطلع من هنا او لا، وكل اللي يصير بسببك انت اللي ورطتنا. هولدن يقول لها ما مجبورين تمشين ويانا، ويعوفهم ويروح. فيضطرون يبقون سوا ما ينفصلون حتى مين علسون ويصيرون نص لقمه. فيصلون نفق ضيق عبالك قبر. هولدن يخلي المصور هو يتقدمهم بحجه يوثق اللي راح يشوفه، بس بالحقيقه خلى اول واحد حتى يصير كبش فداء. بهالاثناء نورا تقول لهم اكو شي يمشي ورانا، زحفوا بسرعه الخاطر الكعبه. فعلا يزحفون بسرعه ويلقون قدامهم الضابط المصري يساعدهم، ويرمي طلقات عتشلي بركس رقص هندي. بس بهاللحظه شي غريب يسحب الضابط جوا النفق ويعلسه، كلها تخاف ويطفون الضوايات حتى ما يشوف، او يبقون خايفين ويابسين بدمهم. ورا شويه يقومون يمشون بهدوء، الصحفيه بضربه تتشلي بالنقل الوباء بعيونها. فيكملون طريقهم ويشوفون التراب ينزل متماثيل، ويعرفون اذا بقوا هنا اكثر راح يندفنون بداخل الهرم. فيرقضون والرمال توقع عليهم من كل مكان. نورا ما لحقت تطلع واندفنت بالرمل. الصحفيه اخذها الواس بالركض وما تحس الا وقع فخ كل حدايد. اما نورا قدر ابوها يحفر الرمل ويطلعها. فيروح الصحفيه ويشمر تراب عتشلاب وبس يريدهن يروحها، ويشمر لهن شعله ناريه بس ماكو فايده. فينزلولها ويحاولون يطلعون الحديده من ظهرها، بس ياخذها النزيف وتعض لسانها وتموت. وما يبقون غير بس هالثلاثه عايشين وحيرين شلون يطلعون من هذا الهرم العاوي. ويقولون هاي الكلاب شلون بقت لسه عايشه بدون اكل وشرب؟ اكيد لما يجوعان واحد يفترس الثاني. فيطلعون من نفاق، وهولدن يقول لهم يا ولد احنا هسه متاهه وما نعرف من نطلع من هنا، بس هذا الضابط المصري شلون قدر يوصل لنا؟ اكيد لسه باب الخروج مفتوح بس احنا ما ندله. بهاللحظه ينتبهون انه رجعوا لنفس الغرفه اللي كان بها الريبوت. المصور يقول لهم هذا الريبوت دا يبث اشاره برا، اقدر اربطه بكاميرتي وابث فيديو، بس صدق هيج حظنا يقعد وواحد يشوفه ويجي يساعدنا؟ خلينا نجرب احنا ما خسرانين خساره، بسرعه خلينا نسجل فيديو وندزه قبل لا تخلص البطاريه. فعلا هولدن يسوي فيديو يقول لهم احنا كادر علماء اثار، انحصرنا بداخل الهرم حصره اخت الكذب، تلاحقونا ترى اكو واحد مطاردنا لعبها لنفسنا على نص جماعتنا، هذا الهرم كله متاهات اللي يدخله بعد ما يطلع منه، هسه اسب حتى اخنا تونا اللي سواه. واول ما يخلص كلامه نورا تحس اكو هواء جاي من ورا التماثيل، ويعتقدون اكو باب سريه ورا التماثيل تطلعهم من هنا. فعلا يفتحوها وتطلع باب سريه وراها جماجم بشريه، اعتقدوا ان الضابط المصري يطبلهم من هنا. فيكملون طريقهم جوا ويشوفون كلاب ميته وريحه جوا تلعب 66 نفس. هولدن يقول لهم هاي الغرفه هي سجن الهرم، كانوا الناس المخه شوادم يشلعون قلوبهم ويشبرونهم بقعر الهرم. ولما ينزلون جوا يلقون جثه واحد ميت وماخذين قلبه، خمنوا انه هذا الزلمه هو حرامي اثار، ويلقى بيد الحرامي كتاب مذكرات ياخذه هولدن وينطيه لبته. نورا تقراه وتتفاجئ انه الحرامي كان موجود هنا بسنه 1879 وكاتب مذكراته كل التفاصيل اللي شافها بالهرم، وهو قدر يلقى باب الخروج موجود بغرفه الدفن. وبدون مقدمات يطلع لهم العلاش وياخذ قلب هولدن ويجطله بالقاع. نورا تخاف وبسرعه يطلع ركضا من المكان، تبقى تبكي وبس تريد ابوها. صديقه يقول لها الكبوش مات بعد شو تسوين بيه؟ امشي نطلع بسرعه. فيرجعون بسرعه للباب السري اللي دخلوا منه ويلقوه مقفول، وينحصرون حصره الكلب، وهذا الوحش بينه وبينهم بس غرفه. فيبدا المصور يصور هذا الكائن حتى ليموت، اهم شيء الناس تشوفه. فيفتح التصوير ويشوفه معلق جثه هولدن وياكل بقلبه، ولما يشوفه على السرع يوخر وهو يبقى يابس بدمه. فيروح يشوف التصوير النورة وتقول لك هذا انوبيس، يقول لها منو هذا وني زين؟ نورا تقول له هذا حيوان ظهر بزمن الفراعنه ياكل
ياكل بس قلوب، ما ادري ايش عنده وياهن، يمكن بيفقر دم، وتقول له احنا هسه بغرفه الدفن، هذا الحرام الشريف ابن الشريف هو اللي دلانا، خلينا ندور زين، لازم تكون باب الخروج موجوده هنا. فيبدون يتحركون خطوه خطوه ويشوفون رسومات وكتابات، وتقول له هذا انوبيس كان مطيح حظ العالم وسابيهم سبايه، ما عنده الحين مسرحه لا هو اللي ما يعلسه. فاجوا الفراعنه القدامى الشرفاء الاوفياء دفنوه وحبسوه بداخل الهرم وخلصونا من شره. بهاللحظه نورا تلقى كتاب على الحائط مكتوب طريق الخروج لازم تتبع خريطه النجوم. فتقوم تدور على الجدران لحما تلقى النجوم على السقف، وتلقى منه النجمه تلمع وتعرف انه هنا اكو فتحه تطلع للخارج. فعلا يلقون فتحه بها درج ويعرفون منا دخل لهم الضابط المصري. فيبدون يصعدون بالدرج ويسمعون صوت انوبيس وراهم، فيقومون يصعدون بسرعه ويصعد لهم مثل الشاذي ويسحب صديقها ويعلسه. فتكمل طريقها بوحدها على السريع بس تريد توصل للفتحه، ويرجع يصعد لها يريد يسحبها بس تشعل شعله ناريه وتخليها بحلقه والشمره، بس فجاه هم يلحقها ويسحبها. ورا شويه تقعد تلقى نفسها مربوطه والجثث مشمره يمها، وبس تشينا تقص بالحبل وهو يفتر يمها. عابتها الخلقه حرام وجه النعال. المهم تلحق تقطع الحبل والضربه وتطفر. الكلاب يسرن بوجهها ويبدا يهاجمنا ويلهنه، هي تستغل الموقف وتطفر. فعلا قدرت تصعد وتعبر النفق وهي تسحل بنفسها من التعب، ومن نفق النفق قدرت توصل فتحه خروج الهرم، بس من التعب تفقد الوعي. ولما تقعد تلقى ولد صغير تقول له ساعدني بسرعه خاطر الله، بس خطيه ما يلحق يساعدها ويصعد لهم لفوق ويعلسهم اثنينهم. حيل اجابكم على هالسوالف التعبانه هي مال اكتشافات بهالزلك؟ لو مولين لهلكم ومن شبين مو احسن لكم؟ لهنا والله ويخلص الفيلم. شباب هاي شركه مال انستا لعبتها النفسي، صارت مسلت هوايه، ساده المراسله من كيفها على الرغم اني فاتحها، يعني صايره مشكله بالحساب، فسويت حساب جديد، تابعوني هناك واقترحوا لي افلام الخصها لكم. اذا وصلتوا لهنا اشتركوا بالقناه اذا ما مشتركين، وخلوا لايك اذا ما مخلين، واشوفكم مقطع جديد ومع السلامه. وهي هاي.